إذن اليوم نحظى بشرف حضور أول جلسة في قضية ما أصبح يعرف بالدكتور التازي ومن معه. بطبيعة الحال كلنا نعلم بأنه أول جلسة تكون فيها تسجيل المؤازرات والنيابات وطلبات التأخير للإطلاع وإعداد الدفاع، لكن جلسة اليوم كانت مقرونة بالإضافة إلى تسجيل المؤازرات والنيابات كانت مقرونة كذلك بملتمس رامي إلى الإفراج المؤقت، حيث أننا بسطنا أمام أنظار المحكمة الموقرة جميع الضمانات المخولة من طرف المشرع لفائدة المعتقل قصد تمتيعه بالإفراج المؤقت. كذلك نبهنا المحكمة الموقرة إلى تطبيق مقتضيات المادة 161 اللي فيها تدابير جابها المشرع ل 18 تدبير قضائي، تيمكن المحكمة تطبق أحد التدابير من هذه 18 على المعتقل قصد تمتيعه بالإفراج المؤقت. قصد تمتيعه، واش طلبتوا صراحة مؤقت فقط للدكتور التازي؟ لا، كل دفاع طلب الإفراج المؤقت للموكل في أجره. بالنسبة للموكلتين اللي تنوب عليهم أنايا عندهم الضمانات الكافية لتمتيعهما بالإفراج المؤقت. شنو تيبان أنا لا أعلم الغيب، ولكن القانون يقول بأنه خصهم الإفراج المؤقت، قانونيا خصهم الإفراج المؤقت. إذا كان شي حاجة أخرى نظر المحكمة لا معقبة على قرار المحكمة. تأجلات إن شاء الله لربعة ماي. إن شاء الله. شنو هما التهم أستاذ موجهة للموكلة ديالك ومن معها والدكتور الشهير؟ المشاركة في التجار في البشر والنصب والتزوير، يعني وطفل تقل عمره عن 18 سنة أيضا قاصر، كاين قاصرة أستاذ في الملف. على أين غادي تسمعوا كل شيء في حينه؟ هذه أول جلسة بعد إحالة الملف. الملف كان برمتي عند قاضي التحقيق، قاضي التحقيق الذي أمر باعتقال مجموعة من الأطراف داخل هذا الملف بناء على معلومات توصلت بها الفرقة الوطنية تتعلق باشتباه مجموعة من الأشخاص من ارتكاب واحد الفعل معين. تم تقديم من السيد وكيل العام وتم إحالتهم على التحقيق. أمر السيد قاضي التحقيق بإحالتهم بمتابعتهم أو بالاستماع إليهم، وهو الاعتقال الاحتياطي اللي خاص يفهموا الناس بأن الناس لا زالت غير مدانة، الناس لم ترتكب فعلا تلك الأفعال. بالنسبة لنا احنا كدفاع ونحن نتشبث فعلا ببراءتهم من تلك الأفعال، ونعتقد ونجزم في إطار القانوني وفي إطار مناقشة قانونية وبعد اطلاعنا على الملف وحضورنا جميع الجلسات أن فعلا هاد الناس أبرياء مما ينسب إليهم. ما عندنا حتى شي حاجة، ما عندنا حتى شي مشتكي، ما عندنا حتى شي طرف لهم متضرر. جميع الناس يستمعوا لهم كيقولوا بأنهم تلقوا واحد المعاملة حسنة داخل المستشفى، تلقوا العلاج بعد أن تم رفض علاجهم من مجموعة من المصحات ومن مجموعة من المستشفيات، جاءوا ولقوا واحد الرعاية اللي هي خاصة. إذا كان واحد الشخص معين دار واحد الخير وما كانش كيعتقد بأن هذاك الخير يعد في إطار القانوني ممنوعا، ما كانش الامور غتوصل لهذا الشكل هذا. ما عندناش واحد الطرف متضرر. كنقولوا حنايا بان الاعتقال الاحتياطي كيكون الا كان شي واحد فعلا دار واحد الفعل اللي هو في حاله تلبس، او دار واحد الفعل اللي هو بنيه جرميه، او دار واحد الفعل في حين ان الدكتور التازي ما دار حتى شي حاجه، فقط انه مالك المصحه مفروض ان تراعى فيه جميع الضمانات القانونيه التي يتوفر عليها، كفاله ولا مراقبه قضائيه، جميع ما تتشوف له السلطه القضائيه ورئاسه النيابه العامه، وجميع البلاغات والبيانات الصادره عن السلطه القضائيه تتشوف الى الحد من الاعتقال الاحتياطي ومتابعة الناس في حالة صراح إلى أن يتأكد القضاء فعلا من أن الأفعال الجرمية ثابتة في حقهم وتصدر حكمها طبقا للقانون، ولها قوله ديك الساعة في الوضع في حالة الاعتقال أو استمرار، وإنما في الوضع اللي كاين داخل الملف والطلبات التي تقدم بها الدفاع في أول جلسة ترمي أساسا أولا إلى رفع حالة الاعتقال، وهذا طلب تقدمنا به على أساس بأن نرى من جانبنا كدفاع بأنه تم تجاوز مدة الاعتقال الاحتياطي اللي هي سنة. أول أيام رمضان للسنة الفارطة تم اعتقال تازي وحرموه وأخوه ومجموعة من الناس المرتبطة بهذا الملف، وتمت إحالتهم على السجن المحلي عكاشة 2/4/2022. اليوم حنايا في 13/4/2023 كأول جلسة، بمعنى كاين واحد التاريخ اللي المفروض أن نحترمه أمام المشرع المغربي، والذي قال بصريح العبارة أنه لا يمكن تجاوز هذه السنة ديال الاعتقال الاحتياطي هي الشهرين قابلين للتمديد خمس مرات، وترفع حالة الاعتقال بقوة القانون. النقاش اللي كاين هو نقاش قانوني صرف، النيابة العامة تقول بأن الأمر يتعلق بقاضي التحقيق، والدفاع يقول بأن قرارات الغرفة الجنحية الاستئنافية مرتبطة بقرارات قاضي التحقيق.
وبالتالي الأجل اللي عند قاضي التحقيق يرتبط بالأجل بقوة القانون للغرفة الجنحية الاستئنافية لقرارات قاضي التحقيق اللي كتبقى دائما داخل أجل السنة. هذا هو المتمسات اللي تقدمنا بهم كدفاع، وننتظر أن تبت الهيئة الموقرة في هذه الطلبات في آخر الجلسة، وتم تأخير الملف وإحضارهم للجلسة المقبلة لبداية مناقشة الملف من الناحية الشكلية والموضوعية والوقائع ثم المرافعة في الملف.